مساء الفل، ازيكم؟ كويسين؟ ان شاء الله تكونوا كويسين كده وقاعدين رايقين ومودكم حلو. النهارده الحلقه قمه اللذاذه، تحفه، هتبقى سينابون. امبارح قلت لكم هنعمل ان شاء الله بكره في حلقه النهارده سينابون. النهارده هتبقى ان شاء الله حلقه تعليميه عن كل تفاصيله. مش المشكله خالص على فكره ان انا اطلع لكم النتيجه النهائيه على قد ما تشوفوا التفاصيل بتاعته، الخطوات ازاي نطلع عجينه طريه هشه بسرعه. مطبخنا ويلا بينا كده نشوف هنبدا بايه النهارده. يلا، احنا ما عندناش اصلا الا السينابون زي ما قلت لكم. على فكره امبارح في الحلقه بتاعه الكشري في اخر الحلقه كده حبيت بقى استنصح واقول لكم بكره هنعمل حلو بتاع ومعجنات، وما قدرتش ونزلت لكم ستوري امبارح على صفحه وقلت ما قدرتش بصراحه. النهارده زي ما قلت لكم كده هتكون حلقه تعليميه عن السينابون. قبل ما نبدا تعالوا اقول لكم الارقام بتاعتنا 02-38-35 يا جماعه 277 3 8 3 5 2 7 7. طيب يلا بينا نبدا كده ونشوف ايه حكايه نعم ايه حكايه السينابون، ازاي نعمل عجينه طريه هشه رهيبه. طيب هنعمل كمان الصوص الجبنه وهنعمل صوص الكراميل، عندنا بصراحه حاجات كتير النهارده. طيب تعالوا بينا نشوف ايه هي مكونات العجينه. يلا بينا هتنزل دلوقتي. عندي 5 كوبايات من الدقيق، 4 مكعبات من الزبده الدايبه، كوبايه من اللبن، معلقه كبيره من الخميره، 3 معالق كبار من السكر، معلقه صغيره من البيكنج باودر، بيضه، معلقه صغيره من الفانيليا السائله، رشه ملح، ميه دافيه للعجن. الحشوه عندي كوبايه من السكر البني، 2 معالق كبار من الكاكاو، 2 معالق كبار من القرفة الباودر، 2 معالق صغيرة من النشا، 2 مكعبات من الزبدة، 2 معالق صغيرة من الفانيليا السائلة. علشان نعمل صوص الجبنة عندي 1 كوباية من السكر الباودر، 6 مكعبات من الجبنة الكريمي، 1/3 كوباية من اللبن، ممكن اكتر عادي، 1 مكعب زبدة، 2 معالق صغيرة من الفانيليا. تعالوا نشوف مقادير صوص الكراميل. عندي 1 كوباية من السكر، 1 الا ربع من الميه، 2 كوباية من اللبن، 2 معالق كبار من النشا، 2 مكعبات من الزبدة. طيب عايزة بس هقول على حاجة، ان انا النهاردة هبقى يعني ايه، هعمل حركة كده ان انا مش هبدأ بمكونات العجينة. مكونات العجينة والله ببساطة اقول لكم ان احنا مقادير العجينة كذا وكذا وكذا، دقيق ولبن وبيض والكلام ده، ونخلط ونرمي في الفرن. لا، انا خليني كده معاكم علشان الحاجة كده تطلع من الفرن معاكم كده في الحلقة علشان تكونوا متأكدين. انا هبدأ كده الخطوات المتأخرة، هاخد السينابون اللي هو جاهز متشكل واختمر معايا لمدة نص ساعة، وهندخله فرن سخن على درجة حرارة 180 ل 190 شغال من تحت بس. يلا بينا، بسم الله، فرن سخن. اوبا، ام جويرية. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ انا الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انا بحبك كتير كتير والله. وانا كمان بحبك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يقدمك كل خير يا رب وكل سعاده، وربنا يبارك فيك يا رب على اللي انت بتعمليه والله. ربنا يخليك يا ام جويريه والله، كلك ذوق، كلك ذوق والله. الله يخليك، كل سنه وانت حضرتك طيبه. احنا عماله توصل لكن بدري مش عارفين نقول لك كل سنه وانت طيبه. ربنا يخليكي وانت طيبه، وانت طيبه يا ام جويريه، ونورتيني باتصالك. انا بامانه انا فخوره فخوره جدا ان انت من مصر، اللي انت بتقدم لنا حاجات كتيره تشرف بلدنا والله. الحمد لله الحمد لله يا ام جويريه، ميرسي لمكالمتك. عندك سؤال طيب؟ ممكن اطلب منك ثلاث، ممكن حلقه السقسقه ممكن تعيدها لنا مره؟ حلقه السقسقه، حاضر، عينيا، حاضر حاضر يا ام جويريه، ميرسي يا ام جويريه. طيب مكونات العجينه دقيق ولبن وزبده وحركات كده هنخلطهم مع بعض، مش هي دي القصه خالص. خلوني ابدا كده بالخطوه الثانيه، كاننا خلطنا العجينه اختمرت معايا بالشكل ده اهي. انا ممكن اشيل بقى العجان ده خالص. اوبا، هاخد العجينه دي. نور الحاجات اللي هي فين اللي كانت معانا الصبح؟ مسطرة. طيب فين اللي مفيش؟ طيب احنا ممكن كده ناخد كده شوية كده من الدقيق، رشة بسيطة من الدقيق،
فين؟ ماشي ماشي. وهاخد كده العجينة ونجيب النشابة بتاعتنا. فين؟ هبدأ كده ان انا افرد العجينة اهو. العجينة اللي احنا هنعملها لسه مع بعض دي من اكتر العجاين اللي هتدي معاكم نتيجة رهيبة. انا كده بفردها بالشكل ده. طيب طول ما انا بفرد هعمل ايه؟ بايدي كده وابدأ ان انا اساعد بايدي، ما اعتمدش الاعتماد الكلي خالص على النشابة. النشابة مش هتظبط معاك العجينة، لازم تستخدمي ايدك. اهو يا دينا. الو، ازيك يا شيف؟ ازيك يا دينا، عاملة ايه؟ انا كويسة يا دينا، انتي اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام يا شيف. قولي لي عندك سؤال؟ عايزة بس اتعلم منك القرص. طريقة ايه؟ طريقة القرص. حاضر، عملناها يا دينا قبل كده. حاضر دينا. طب ممكن تدخلي على اليوتيوب او صفحه البرنامج وهما يبعتوا لك الحلقه، ايه رايك؟ طيب بصوا بقى، انا يعني لازم كده ما بين كل فرده والتانيه هحط رشه دقيق اهو بالشكل ده. تعفيره يا جماعه، ما نحطش دقيق كتير. وهرجع افرد تاني. طيب اتسألت سؤال حلو قوي، فين يا نور؟ اتسألت سؤال ازاي لو احنا عاملين مشروع نظبط حجم السينابون. انا مش لاقيها. ازاي لو احنا عاملين مشروع نظبط حجمه؟ مسطرة، شايفين المسطرة دي؟ دي مسطرتي حبيبتي، انا مخليها للمطبخ بس. هتقيسي تقريبا حجم الواحدة قد ايه؟ 4 سنتي. 4 سنتي يعني قد كده، مش صغيرة، ما هي كده كده حجمها هيتضاعف مرتين على فكرة. 4 سنتي، ما نكترش اكتر من كده. ده في حالة ان انت عاملة مشروع، ولازم ان انت جماعة الناس اللي عاملة مشروع ما ينفعش ان احنا نعمل كده بالنظر كده، لا طبعا لازم تبقي قايسة ووازنة حجم المعجنات اللي انت عاملاها. انا هنا كده بظبط العجينة بتاعتي اهو بالشكل ده. طيب هعمل ايه بقى؟ الزبده هدي دهنه بحوالي مكعبين او 3 زبده. يا ام حبيبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا سيف اداء؟ انا الحمد لله يا ام حبيبه، انت عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحبك جدا. انا كمان يا ام حبيبه بحبك جدا. على فكره انا جربت طريقه الكشري بتاع حضرتك امبارح وجميله جدا. يا جامد انت. تسلم ايدك. تسلم ايدك انت، تسلم ايدك. بالهنا والشفاء. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا ام حبيبه. ربنا يكرمك يا رب. قولي لي. بصراحه حد جميل قوي. ميرسي يا ام حبيبه، والله كلك ذوق. عندك سؤال طيب؟ لا انا بسلم على حضرتك. يا سلام يا سلام، شكرا والله. شكرا يا ام حبيبه. شكرا يا ام حبيبه والله. كلك ذوق. بصوا بقى، بدي كده دهنه من الزبده. طبعا انتوا هتستغربوا الحركه دي، لان معظمكم بيعمل ايه؟ بيخلط الزبده مع السكر والقرفه. لا انا مش هعمل كده. تمام اهو بالشكل ده. بايدينا، عشان لو بمعلقه العجينه ممكن ان هي تتقطع معاكي. هعمل ايه بعد كده؟ هجيب بوله وهنزل بكوباية من السكر البني، المقادير اللي أنا قلت لكم عليها، معلقتين من الكاكاو، معلقتين كبار مليانين من القرفة، معلقة نعم يا أم ساجدة، ومعلقة من النشا. النشا. ازيك يا ست آلاء؟ ازيك يا أم ساجدة؟ عاملة إيه يا حبيبتي؟ كل سنة طيبة. وأنت طيبة يا أم ساجدة، أنت عاملة إيه؟ تسلم إيدك على كل حاجة حلوة بتعمليها. ميرسي يا أم ساجدة والله. صراحة الكريب كان جميل جدا، بس ما لحقتش مقادير والله. الكريب ماله؟
الكريب كان جميل جدا بس ما لحقتش مقاديره، ممكن تنزليها لي بعد يا سلام بعد اذن حضرتك؟ بس كده انا اقولها لك كمان. حاضر حاضر يا ام ساجده. نور ممكن ننزل؟ نعم. لا لا تمام يا استاذ محمد. النور ممكن ننزل المقادير بتاعه الكريب. بصوا بقى انا هنا بحط الخليط اهو. طيب معظمكم بيعمل ايه؟ بيخلط الزبده مع كل الخليط ده. لا انا مش هعمل كده، ما تعملوش الحركه دي. هقول لكم ليه. كتير بقى بيشتكي يقول لي ليه الخليط بيسيح ويفور ويطلع بره العجينه. هي عشان انتوا بتعملوا الحركه دي. انسب حاجه ان احنا ندي دهنه من الزبده وبعد كده نحط الخليط كده زي ما انتم شايفين اهو. بعد ما نحط نضغط بايدينا كده اهو. طيب انت بقى لو في البيت هتعملي ايه؟ هتجيبي المسطره بتاعتك وتمسكيها كده وهتقيسي كل قطعه 4 سنتي اهو، حوالي يعني تقريبا كده 4 بعد كده 8 و12 وهكذا. 12 ايه؟ 16 16 و4 20 24 تمام اهو. اولا علشان حجم القطع كله يطلع واحد تمام، ثانيا زي ما قلت لك لو انت عامله مشروع لازم كل الـ 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 النتيجه اللي انت عاملاها يكونوا مقاس واحد. مش عايزه الحرف ده، انا هقطع الحرف ده من الناحيتين كده. الصغننه دي بتاعتي. هنعمل ايه بقى؟ نقطع دي شويه قبل ما نرول العجينه. نلف العجينه. هعمل ايه؟ بس بدي ضغطه كده للحشوه اللي انا عاملاها. وانا بضغط انا خلي ايدك حنينه على العجينه، ما تضغطيش قوي اهي. هي دي شكلها، عايزه تصغريها عن كده تمام. يلا بينا يلا بينا. تمام انا هصغرها شويه. ندي ضغطه. حاضر. ممكن نخلي دي على فكره اتنين في حاله ان انت عايزه تعملي من الكميه العجينه دي حجم يعني ايه او عدد اكتر شويه. حاضر كده ونرول كده. ايه رايكم وانا بلف العجينه نروح لفاصل؟ انا هفضل كده الف في باقي العجينه ونروح لفاصل صغير وارجع لكم تاني. استنوني يلا. رجعت لكم بعد الفاصل. عايزه اقول لكم اللي احنا حطيناه كده في اول الحلقه خلاص جهز معانا. اللي احنا شكلناه ممكن كده نروح كده نشوفه اهو. طيب بعد ما نشكله كده هنعمل فيه ايه؟
هنغطيه ونسيبه يخمر مره ثانيه، مش مره، مره ثانيه، لان العجينه خمرت مره، احنا لسه ما عملناش العجينه. نسيبه يخمر لغايه ما يتضاعف حجمه مدة ما تقلش عن 20 25 دقيقة. في الشتاء بيفرق عن الصيف جدا جدا، في الصيف العجينة بتبقى سريعة بتختبر معاكي بسرعة، ممكن على فكرة ربع ساعة، في الشتاء ممكن تفضل معاكي لنص ساعة لغاية ما يبدأ يتضاعف حجمه. معلش القطعة بس دي كانت بواقي العجينة فقلت حرام يعني مش هرميها، فحطيتها مع العجينة علشان اهي هي دي علشان تخمر. وده شكله كده اهو، طبعا هيخمر هيملى كل الفراغات اللي انتوا شايفينها دي. طيب هيبقى نفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. نقول ايه بقى دلوقتي؟ اوبا. طيب صوص الكراميل، ازاي نعمل صوص كراميل مش مكلف من غير لا كريمه ولا قشطه ولا اي حوارات، سهل وبسيط بس النتيجه تطلع معاكي حلوه قوي. هقول لكم المقادير الثانيه: كوبايه سكر، كوبايه الا ربع من الميه، كوبايتين لبن، معلقتين كبار مليانين من النشا، مكعبين من الزبده او مكعب عادي. طيب انا دلوقتي هجيب حله علشان بس السكر يلحق يتكرمل. نجيب كده ايه حلتنا، نحطها كده هنا بالشكل ده. وهعمل ايه؟ هجيب كوباية السكر واحطها على النار واسيبها مش هقلبها، اهو هوزعها بس كده، احرك الحلة بتاعتي علشان السكر يتوزع. واول ما يبدا ان هو يدوب معايا عادي في الحاله دي، على فكره لو جبنا معلقه خشب وبدانا ان احنا نقلبه. طيب عايزه اعمل معاكم صوص الجبنه اللي عليه خلافات كتير ومش بيظبط معاكم، ليه بيخرز معاكم، مش بيطلع زي اللي احنا بنشتريه. هقول لكم النهارده مقادير بسيطه جدا وطريقه حلوه قوي. مبدئيا عندي جبنه كريمي، خلينا كده نكون متفقين ان السينابون علشان يطلع معانا حلو احلى من اللي احنا بنشتريه، والله مش بقول لكم كده وخلاص، على فكره لما انا بعمل حاجه كده بتبقى مش بالظبط زي اللي بنشتريها، ففي الحاله دي مثلا بقول لكم ايه بديل لكذا، بديل للجبنه، بديل للسينابون كده. لكن انا النهارده فعلا بقول لكم الطريقه اللي انا هقول لكم عليها دي بالظبط واحلى من اللي احنا بنشتريها. طيب علشان طبعا ناكل قطعه سينابون حلوه، خلونا كده نكون متفقين على كام حاجه. الزبده نوعها حلو، الزبده هقولها لكم تاني، زبده حلوه، حتى السكر البني يبقى حلو طعمه حلو، نوع الدقيق كويس علشان العجينه تطلع معاكي هشه، الجبنه اللي هنستخدمها في صوص الجبنه لازم تكون جبنه حلوه. انا دلوقتي عندي جبنه كريمي مربعات او بتبقى في علب بيكون مكتوب عليها جبنه كريمي عادي خالص، في انواع دلوقتي مصريه حلوه قوي، لكن اهم حاجه ان هي ما تكونش موجود عليها اي نكهه. هحط يا ام سليم، هحط مكعب زبده بس. ألو. مكعب كبير شويه فهحط واحد بس. يا ام سليم ازيك؟ ازيك يا سيف الاء، عامله ايه يا ام سليم؟ انا الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا بحبك جدا يا سيف. خدي خدي يا ام سليم. انا بحبك قوي. بقول لحضرتك يا سيف، هو ينفع استخدم بدل الزبده سمنه؟ في ايه؟ في السينابون؟ في العجينه؟ لا في، لا سوري، في مكونات العجينه ولا على العجينه وانت بتفرديها؟ لا في مكونات العجينه. لا لو مش هتستخدمي زبده استخدمي زيت. لو مش هتستخدمي زبده استخدمي زيت. ممكن عايزه طريقتك فيك العاديه. عينيا، عملنا حلقه يا ام ما بتحبيني ايه بقى وبتاع، عملنا حلقه عن الكيكات ممكن تشوفيها تبعتي كده على صفحه البرنامج او على اليوتيوب. نور ممكن نقدر ننزلها، ننزل الطريقه المقادير الكيكه. طيب يا مسلم احنا هنحاول كده ننزلها لك على الهواء. انا نزلت بالجبنه الكريمي، الجبنه الكريمي ومكعب الزبده والسكر الباودر حطيتهم على بعض، وهعمل ايه بعد كده؟ هنزل بشويه من اللبن، حوالي تلت كوبايه من اللبن اهو. مقادير الكريبيا نور هتنزل صح؟ ماشي نزلت خلاص اهي. بالمضرب او بالهاند بلندر هضرب كل مكونات الصوص الابيض ده او صوص الجبنه. بسم الله. ممكن اروح اشوف السكر لان انا حاسه خلاص ان هو بدا، بصوا اهو اول ما يبدا ان هو يدوب معايا في الحاله دي عادي خالص ان انا اقلب فيه، بس انا هدي النار عليه شويه اهو. وتعالوا نكمل ضرب صوص الجبنه. بسم الله.
طيب عايزه اقول على حاجه بخصوص الصوص الجبنه علشان ما يطولش معاكي في الضرب وكله كده يدوب مع بعضه على طول. الجبنه تطلعيها من الثلاجه تسيبيها تاخد درجه حراره المطبخ. والزبده ليه؟ علشان ما تلاقيش ان الزبده خرزت معاكي. طب لو خرزت هتعملي ايه؟ هتسيبي بقى الخليط ده على جنب تغطيه وتسيبيه يهدى تماما تماما ياخد كده درجه حراره المطبخ وترجعي ان انت تقلبيه تاني. دي نقطه مهمه قوي علشان ما يطولش معاكي والزبده تخرز معاكي. السكر هنا بيتكرمل معايا اهو، معلي كده النار شوية. طيب خلوني كده أكلمكم عن مقادير العجينة. أنا مستخدمة 5 كوبايات دقيق. طيب هتقولولي لو انتوا شطار بقى، وانتوا شطار وهتسألوني، ألاقي 5 كوبايات دقيق أكتر من نص كيلو عليهم معلقة كبيرة من الخميرة؟ مش قليل؟ لا مش قليل خالص. المعلقة الكبيرة الخميرة حوالي كام جرام؟ حوالي 10 جرام. طب احنا متعودين ان كل نص كيلو من الدقيق اللي هم 4 كوبايات وربع من كوباية الشاي العادية بياخدوا 10 جرام خميرة. هل كده العجينة مش هتطلع مختمرة؟ لا هتطلع مختمرة. امشي بس على المقادير اللي انا قايلة لك عليها دي وهيطلع معاكي اهش عجينة ممكن انت تعمليها. 5 كوبايات دقيق يعني اكتر من نص كيلو بنص كوباية، اكتر من نص كيلو بكوبايه الا ربع. النص كيلو دقيق 4 كوبايات وربع من الدقيق. النص كيلو دقيق 4 كوبايات وربع من الدقيق. انا مزوده في كميه الدقيق شويه. طيب بعد ما السكر بقى داب معايا اهو، بصوا يا جماعه السكر داب خلاص، هعمل ايه؟ هنزل بمكعب من الزبده. بسم الله مقادير خلاص كمان نزلت تاني اهي. هنزل بمكعب زبده كده ايه تدوب وهتديني غناوه للكراميل، صوص الكراميل اللي احنا بنعمله. بيقطع انا كده اهو. طيب بعد ما الزبده دابت معايا هعمل ايه؟ انا دلوقتي عندي كمية من النشا، حوالي 2 كبار من النشا، 2 كبار مليانين. هعمل فيهم ايه؟ هدوبهم مع شوية مية. كده. وهاخد بقى الخليط ده كده جنبي. هاخد كده البولات دي جنب الحل هناك عشان نبقى قريبين كده. يلا بينا. بسم الله خلاص كده الزبدة دابت معايا. هعمل ايه؟ هنزل باللبن. المفروض ان اللبن يكون سخن. ليه بقى؟ يعني لو اللبن بارد او واخد حتى درجة حرارة المطبخ هيأخر شوية لغاية ما يدوب. هو كده بيتكتل معايا طبيعي. اي حاجة ننزل بيها على الكراميل اللي احنا بنعمله الكراميل بيقفش معانا شوية، ده طبيعي. فهنعمل ايه بقى؟ هنسيبه على نار هادية لغاية ما يدوب معايا. طيب اول ما اللبن يدوب معايا هنزل بخليط النشا اللي انا دوبته مع المية اهو، بس طبعا هزود تاني حوالي 1.25 كوباية من المية. عايزه اقول بقى على حاجه كمان، مقادير الكراميل اللي انا قايله لكم عليها على حسب. والله انتوا عايزين الكراميل يبقى تقيل شويه هتكتروا كميه النشا وتقللوا كميه السوائل. يعني هو لين جدا مرن قوي الطريقه اللي انا قايله لكم عليها دي. عايزينه صوص خفيف، في الحاله دي هنكتر كميه السوائل عن كميه النشا. طبعا عملناه وسبناه يبرد لقيناه تقيل، هنعمل فيه ايه؟ عادي هتزودي عليه شويه من اللبن وبويسك، البويسك العادي اليدوي ده، وتقلبي هيرجع ان هو ينعم معايا تاني. طيب عايزه اعمل معاكم العجينه. مدام ميرفت. ايه ازيك يا مدام؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا مدام. منوره الشاشه يا قمر. شكرا لحضرتك يا مدام ميرفت. كانت ايديكي، ايه الروعه دي؟ ايه الجمال ده؟ شكرا. فعلا حركه تعليميه. الحمد لله. تسلم ايديكي، تسلم ايديكي، تسلم ايديكي. ميرسي يا مدام. روعه وجميلة وبنستفيد وبنتعلم، وربنا يبارك فيك ويحسن ما بين ايديك. امين يا رب. ميرسي يا مدام. كل سنه والاستاذ حمدي طيب. وحضرتك طيبه، وحضرتك طيبه، هبلغه. حاضر. ميرسي يا مدام ميرفت جدا والله، كلك ذوق. طيب بصوا يا جماعه خلاص كده انا حطيت اللي هو كده خلاص الكراميل دب. هعمل ايه؟ بصوا لما بنسيب النشا مع الميه كده بيرجع ان هو يتكتل تاني. ما تتخدعوش في الحركه دي، ارجعوا ان انتوا قلبوه تاني اهو.
حطيت النشا مع شويه ميه حوالي تلت كوبايه من الميه، هزود طبعا كميه الميه تاني حوالي كوبايه. ماشي. طيب نعمل العجينه بعد الفاصل. ماشي، ثانيه واحده. طيب في المرحله دي مش عايزه معلقه، ويسك. لازم نستخدم ويسك. ليه؟ احنا حاطين نشا في الصوص الكراميل، لو احنا استخدمنا معلقه من غير ما ناخد بالنا هنلاقي ان هو اتكتل معانا. هنعمل ايه بقى في المرحله دي؟ على طول على طول بصوره مستمره كده نقلب 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 بالشكل ده لغايه ما تحسي ان صوص الكراميل داب معاكي بسرعه. قبل ما نروح لفاصل هقول لكم على طريقه العجينه عامله ازاي. اول حاجه انا عندي كوبايه من اللبن. طب كوبايه من اللبن هتبقى طبعا قليله على كميه العجينه، انا هزود بميه. لا لا تمام، حطيت اللبن، هنزل بالبيضه، بيضه كامله مش ساقعه، تكون بدرجه حراره المطبخ. الخميره، ثلاث معالق كبار من السكر، فانيليا، ويا سلام لو عندك معلقه كبيره من الخل الابيض حطيها. مش عشان البيضه، احنا البيضه حاطين فانيليا، لكن الخل في العجين بيدي معاكي. على فكره الـ الـ الخل من المحسنات الطبيعيه، يعني زي البيكنج باودر، لكن البيكنج باودر صناعي، الخل طبيعي. هقلب السوائل كده بالشكل ده كده، هنزل بالزبده الدايبه. مش عندك زبده استخدمي زيت، ونقلب نقلب. طيب هقول لكم، نعم حاضر، رشه ملح، ربع معلقه صغيره من الملح على الدقيق اهو، والمعلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر، ونقلب. قبل ما نروح لفاصل هقول لك على تكايه هعملها. انا هاخد شويه من الدقيق هنزل بيهم على السوائل، شويه صغيرين اهو، وهسيب الباقي. هقلب نقلب نقلب لغايه ما الدقيق يدوب تماما. طيب بعد ما يدوب هتعملي ايه؟ هتغطي الخليط السايل ده، ركزوا معايا بقى يا جماعه، هتغطي الخليط السايل ده وتسيبيه ربع ساعه، ما تضيفيش بقى الدقيق. انا خلطت شويه دقيق حوالي نص كوبايه، خلطته كويس قوي، غطيته، هسيبه بعد ما اغطيه لمده ربع ساعه. بعد ما ربع ساعه تعدي هتلاقي ان هو اختمر شويه، هتضيفي باقي كميه الدقيق. وتقريبا انا ما بحبش ان انا اقول كميه سوائل عشان كل دقيق بيكون مختلف عن النوع التاني، بس تقريبا انا ظبطت لك العجينه دي كويس قوي، تقريبا كوبايه الا ربع من الميه اهو، وهشوف لو احتجت تاني هزود. وهعجن العجينه، وتعالوا بينا نروح لفاصل صغير وهرجع لكم تاني، استنوني. رجعت لكم بعد الفاصل. انا عايزه اقول لكم ان مقدار الميه اللي انا حطيته، والله ولا زودت دقيق ولا زودت ميه، هو طالع بالظبط. خلوني معلش اقولها لكم تاني، ما بحبش ان انا اقول مقادير للسوائل، لان انا الدقيق اللي انا بستخدمه في البيت عندي غير الدقيق ده غير الدقيق اللي انت بتستخدميه. يعني ايه؟ يعني كل دقيق بيكون مختلف عن النوع التاني. والله في نص كيلو دقيق بياخد كوبايه من الميه، في نوع تاني بياخد كوبايه وربع، في نوع تاني ممكن ياخد اقل، عادي خالص. فانت الميه تضيفيها ازاي؟ تضيفيها لغايه ما تلاقي ان العجينه وصلت للقوام، مش عايزه اقول لك مش طري، بيلزق بزياده، وفي نفس الوقت مش عايزاه يبقى قاتي، انا عايزاه يبقى هوريه لكم دلوقتي، يبقى سنه كده بيلزق على ايدينا. واحنا مع العجن ومع التخمير العجينه هترجع ان هي تلم معانا تاني. الصوص الكراميل على فكره خلاص جاهز، عايزه اوريه لكم، عايزه اوريه لكم. حطه فين؟ طيب صوص الكراميل
ما ينفعش طبعا ان احنا نستخدمه كده وهو سخن، لازم ان هو نستنى ان هو يبرد تماما تماما. يا مدام سماح، مدام سماح، ايوه معاكي. ازيك يا مدام سماح؟ ازيك عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. انت عامله ايه يا مدام سماح؟ تمام الحمد لله. ممكن اسال حضرتك على حاجه بس؟ او اموريني. عجينه البيتزا العاديه اعملها ازاي؟ حاضر حاضر مدام سماح. نعم. انت عارفه ان احنا عملنا مع بعض حلقتين عن البيتزا، شفتيها ولا لا؟ لا ما اتفرجتش على الصراحه. طيب انا هقول لك على مقادير العجينه ولازم تشوفي الحلقه. ممكن هتفرج عليهم؟ حاضر، بس قولها لي دلوقتي بس عشان اكتبهم. هقولها لك. حاضر حاضر هقولها لك. مقادير عجينه البيتزا: كيلو دقيق، بتاخد معلقتين كبار من الخميره يعني 20 جرام، معلقتين كبار من السكر، ربع معلقه صغيره من الملح، ربع كوبايه من زيت الزيتون، ونعجن بميه دافيه بس، لا بيض بقى ولا زبادي ولا لبن بودره ولا حاجات كتير. عايزه تزودي زودي، هتدي قيمه غذائيه. هتدي قيمه غذائيه، لكن انا بقول لكم على عجينه البيتزا الاصليه. طبعا كل لو زودتي زبادي او زودتي بيض، الكلام ده هيفرق في كميه السوائل اللي انت هتحطيها. يعني ايه؟ البيضه تعتبر من السوائل، فبالتالي والله لو انت متعوده ان انت تستخدمي الكيلو دقيق مثلا كوبايتين من الميه، في الحاله دي هتنقصي كميه الميه شويه. مقادير عجينه البيتزا قلناها، ويا ريت ان احنا لو نشوف، عشان احنا برده في الحلقه يا جماعه بنقول على حاجات كتير قوي، تمام؟ لان هي الحلقه برده بتكون تعليميه اكتر وبنقول فيها تفاصيل كتير. طيب العجينه زي ما قلت لكم، بصوا شايفين اللي بتلزق دي، انا عايزه كده بس. لما نيجي نختبر العجينه ما اختبرش بالايد اللي فيها الجلوفز، لا اختبر بالايد الثانيه اهو. يعني شايفين الايد دي بتلزق بزياده، الحركة دي ممكن تخونك شوية اهو، بتلزق جامد. لكن تعالوا كده بايدي اللي هي النظيفة اللي ما فيهاش عجينة، هي بتلزق بس عادي تمام اهو، باينة. طيب هاخد بقى العجينة دي، علشان اللي ما عندوش العجينة خطيرة خطيرة. اعملوا العجينة دي يا جماعة، والله هتاكلوا شوية سينابون يعني تحفة بصراحة يعني. طيب بسرعة بسرعة، عايزة اوريكم طريقة عجن الايد ازاي، علشان الناس اللي مش عندها عجان. هل جالي سؤال في واحدة بتقولي ان هي خلاص يعني هي بتجهز المطبخ بتاعنا، فهي بتقولي الحاجات الاساسية اللي جابتها من ضمنها عجان. لا يا جماعة، عجان ده على فكرة مش من الاساسيات خالص. انا بشوف ان العجان ده حاجة كده من الرفاهيات، اللي هو يعني ايه، والله عندنا ماشي، مش عندنا خلاص مش لازم خالص، تمام. الايد العجينه بتطلع خطيره ان احنا لما نعجنها بايدينا عادي خالص يعني. طيب في دقيق هنا، ماشي، هنزود دقيق مش كتير علشان نفضل ان احنا ايه محافظين على ليونه العجينه، بس لازم ان احنا برضو نزود شويه دقيق اهو. طيب هعجن العجينه ازاي؟ هاخد العجينه كده وبالايد دي، وهمد وارجع تاني، والف لفه وهمد وهرجع تاني، وهكذا كده. طبعا في طرق تانية، في طريقه كده لو عملتها لكم انتوا هتضحكوا، مش لازم نبقى نخليها في حلقه تانية، بس العجن بالايد ليه طرق كتير. دي اسهل طريقه وبتطلع معاكم، بتدي معاكم نتيجه حلوه، اسهل طريقه لو انت لسه مبتدئه اهو. طيب العجينه اعجنها لغايه ما توصل لايه؟ ممكن كده نشوف العجينه، يعني شايفين العجينه كده فيها شروخ وفيها خطوط، هاجي اشد فيها كده هتتقطع، دي عجينه مش معجونه. المفروض ان انا اعجن العجينه دي كويس جدا مده ما تقلش عن ربع ساعه لو انا هعجنها بالايد، لغايه ما العجينه تتكون معايا كره طريه ملساء لونها فاتح. لو احنا جينا نشم العجينه دي دلوقتي هشم فيها ريحه خميره، لا لما تتعجن كويس ريحه الخميره دي هتضيع، تمام. وفي الحاله دي هتشمي ريحه عجينه مش ريحه خميره اهو. يا هاجر، هاجر. نعم. ازيك؟ بس مساله عمليه. الحمد لله. انت عامله ايه يا هاجر؟ انا بحبك. انا بحبك قوي يا هاجر، انا بحبك. انت عامله ايه؟ كويسه؟ انا الحمد لله كويسه. او عايز بس اني نسيتي. هاجر. نعم. انت منين يا هاجر؟ انا من مصر. من مصر، بس لغتك مش مصريه. نعم. لغتك مش مصرية. سمعتيش اسأل. اللغة بتاعتك مش مصرية يا هاجر. أنا سعودية. سعودية، أهلا يا هاجر. أيوة. أهلا. شفتي بقى، أنا بحبك جدا. وأنا كمان بتفرج عليك. أنا كمان بحبك يا هاجر قوي. وأنت كويسة الحمد لله، عاملة إيه أنت؟ أنا الحمد لله كويسة. أنا من الصعيد. نعم.
انا من الصعيد. انت من الصعيد؟ اه معانا. اه طيب يا هاجر، منين من الصعيد يا هاجر؟ انا من جدة. انت منين من الصعيد يا هاجر؟ وانا كمان يا هاجر. طب عندك سؤال يا هاجر؟ عايزه البيتزا منك. عايزه ايه؟ طلبت البيتزا. عايزه البيتزا؟ البيتزا. حاضر حاضر يا هاجر، حاضر حاضر. منوراني يا هاجر، والله نورتيني. البيتزا احنا قلناها يا هاجر من شويه، وجماعه حلقه البيتزا بليز ارجوكوا ارجوكوا لو بتحبوني بقى بجد شوفوا الحلقتين، كانوا حلقتين ورا بعض عملنا فيهم كل حاجه تخص البيتزا. تمام، احنا قلنا المقادير من شويه. بصوا يا جماعه العجينه رغم ان هي ما خدتش خالص وقتها في العجن ولا اتعجنت حتى دقيقتين، يعني مش بصوا شايفين الطراوه. انا بس عايزه اوريها لكم برده بايدي، بلاش الجلوفز. بصوا بقى شايفين العجينه اهي، تلزق شويه، هي بتلزق بس مش مبهدلالي ايدي اهي. تحفه العجينه دي تحفه. بس خلاص هنعمل ايه؟ هنغطيها ونسيبها تخمر. فاكرين اول الحلقه لما انا خدت العجينه المختمره وجينا فردناها وحطينا عليها طبقه الزبده والكاكاو؟ هي دي بالظبط. انا بس حبيت اعمل الحركه دي علشان اسوي السينابون. طب عايزه اتكلم على سوى السينابون. السينابون بيطول في الفرن شويه. دايما بقول لكم ان المعجنات مش بتاخد وقت، لا السينابون بيطول شويه. ليه؟ لان احنا بنلف كذا راق كده على بعض، فلازم نخلي كده الحراره تدخل. طيب الاء، ما انت دايما بتقولي ما نطولش المعجنات في الفرن. لا، احنا هنعمل ايه؟ اولا الفرن يكون سخن كويس قوي، واخد درجه حراره ال 200 وممكن كمان 260 اعلى درجه حراره. هندخل صاج السينابون في الفرن، الرف اللي في النص، النار شغاله من تحت بس، بياخد من 20 ل 25 دقيقة. على فكرة ده استوى معايا بسرعة لأن الفرن كان سخن بزيادة، لكن ده مش صح. ليه؟ لأن أنا لازم أتأكد علشان القلب العجينة. بصوا العجينة يا جماعة بتبقى ملفوفة كذا لفة على بعض، لازم أتأكد إن القلب ده اللي جوه ده يبقى مستوي. من الشكاوي بتاعتكم إن السينابون بيكون عجين من جوه، ليه؟ علشان أنتِ بتعلي درجة حرارة الفرن، ما بياخدش وقت على طول، العجينة بتلاقيها احمرت معاكي على طول. حتة قصة فردة الزبدة اللي أنا عملتها لكم، يمكن انتوا دايما بتشوفوش الطريقة كده، بس صدقوني الطريقة دي من أنجح طرق السينابون اللي انتوا ممكن تعملوها. ليه؟ علشان دايما بتقولولي ليه السوائل اللي جوه بتفور؟ بتفور علشان اولا انتوا بتبالغوا يمكن في كمية الزبدة، الزبدة لما بتدخل الفرن حاضر بتفور فبتطلع بره. تمام، فاحنا نلتزم بالمقادير. ندي كده دهنه من الزبده، وزي ما عملنا كده باقي خطوات. واحنا ايه ايه ده والله، ده انا فاكره ان طيب ماشي. طب ايه رايكم بقى، ترتاحوا كده مني شويه؟ هم مش عايزين يسيبوني والله، حبوني قوي. هنروح لفصل صغير وهرجع لكم تاني، استنوني. رجعت لكم، وحشتوني، رجعت لكم بعد الفاصل. طيب صوص الصوص الجبنه لما بنعمله بنسيبه بيرجع يتقل. طب لو رجع تقل معانا هنعمل ايه؟ هنزوده كده بشويه من اللبن عادي خالص. صوص الكراميل برضو ده اللي هو اللي احنا عاملينه، بصوا شايفين بيوصل للقوام ده، هو ده بالظبط اللي احنا عاملينه. استاذ مهاب، استاذ مهاب ازيك؟ ازاي حضرتك يا شيف؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ انا الحمد لله كويسه، منوره الدنيا والله. ربنا يخليك يا استاذ مهاب والله. ميرسي، الله يسلم عليكي. بس ميرسي يا استاذ مهاب، ميرسي والله. ليك في الاكل، ليك في المطبخ وكده؟ لا خالص والله. طيب يلا معلش. ربنا يخليك يا شيف. ميرسي يا استاذ مهاب، ميرسي. بصوا بقى صوص الكراميل، بصوا شايفين ده اللي احنا عملناه اهو، ما عايزاكم بس تشوفوه، ده اللي احنا عملناه في الحلقه. هخلط الاثنين ببعض.
بصوا بقى، مش معقول يعني، مش مصدقاكم. مش مصدقه والله. بصوا شايفين، انا كنت بس عايزه اخففه شويه، حطيت عليه السخن اللي احنا عاملينه، بقى اعمل كده اهو. طيب تعالوا بقى ننزل بصوص الجبنه. بسم الله. المفروض ان الحركه دي تتعمل لما السينابون يطلع كده وهو سخن. هوبا. في برضو احيانا كده بتشتكوا انتوا بتعملوه كده بيتقل معاكم، مش زي، بصوا اعملوا طريقتي كده في صوص الجبنه ده، هيطلع معاكم جامد اهو كده. الشكل ده حط كده صوص الجبنه اهو بالشكل ده. في بصراحه كده شويه مش عايزين نسيب حاجه يعني، علشان برضو ايه، اهو يعني ده بالظبط. بس الاثنين دول كده مش مشكله على فكره، انا بحب اكله كده من غير صوص ابيض على فكره، بحب اكله كده بشويه صوص كراميل كده وخلاص. ننزل بقى بالصوص بتاعنا اهو. بسم الله. الصوص ده يا جماعه ينفع لاي حاجه طبعا، مش للسينابون بس. على فكره انا عايزه اقول على حاجه، ان الوصفه دي اسمها سينامون رولز، يعني لفائف القرفه. السينابون ده على فكره اسم البراند، يعني عشان في ناس كتير مش عارفه المعلومه دي. لفائف القرفه، عملنا لفائف القرفه النهارده اهو. نعم. طب طب يلا عشان الحياة. نعم. طيب شوية عين جمل بقى اهو، حط كده شوية عين جمل اهو. لا ما احنا مش عايزين حاجة تنزل كده. النهارده كانت حلقه تعليميه عن السينابون، عملنا العجينه، عملنا الصوص الابيض، عملنا صوص الكراميل. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده اهو. انا بس عماله ايه يعني، اضيع وقت بصراحه علشان الحق ان انا كده ايه اقدمه لكم. خلاص الحمد لله، حبيت قوي قوي الحلقه النهارده، لان انتوا طلبتوا كتير قوي قوي مني ان احنا نعمله. للاسف للاسف بجد انا زعلانه والله ان الحلقة بتخلص. يا رب تكونوا اتبسطتوا واستفدتوا كده معانا. عملنا النهارده مع بعض عجينة السينابون، اتكلمنا عن العجينة ازاي تطلع العجينة معانا هشة، وعملنا الصوص الأبيض وعرفنا طريقة سواه، وعملنا الصوص اللي هو صوص الجبنة يعني، وعملنا صوص الكراميل. يا رب يا رب الحلقة النهارده تكون ظريفة ولذيذة وأنا أكون خفيفة عليكم. ما تنسوش تشوفوني في الإعادة إن شاء الله الساعة 8 وربع بالليل و3 ونص الفجر، وكل يوم بقى على الهوا بقى من الساعة 1 ل 2 هتوحشوني. السلام عليكم.
لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.